يا صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال من كل مكان. احنا معاكم النهاردة في أول حلقة من حلقات برنامجكم ميديا زوم في الموسم الثالث لانطلاقه. زي ما عودناكم بنتكلم عن موضوع مهم ومثير للجدل. موضوعنا النهاردة عن النكد، وأول ما قلنا النكد ففي جدل كبير جدا بين الراجل والست فيه. هنتكلم عن الموضوع النهاردة بكل تفاصيله، بس قبل ما أدخل في تفاصيل الموضوع هرحب الأول بزميلي محمد في الاستوديو. أهلا بيك يا محمد، وفرحانة جدا معانا. صباح الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال وسيزون 3 وحلقة جديدة. هنتكلم النهاردة زي ما منا بتقول على موضوع هو فعلا مثير للجدل، هو موضوع النكد. الراجل ولا الست اللي قاعد جنب الست بتاعته بيبص لها وهي دلوقتي قاعده بتبص له، وبنقول مين هو اللي بيصنع النكد في البيت. طبعا الموضوع ده هنتكلم فيه كتير، هو موضوع مثير، وهنبدا بحاجه بسيطه جدا وهي الدراسات. في دراسات كتيره جدا بتقول 50% اكتر من 50% من الرجاله بينكدوا على ستاتهم، وفي دراسات تانية بتقول لا دي الست هي اللي بتنكد. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. هنتكلم مع منا دلوقتي ونقول ايه رايك منا في الموضوع ده. هو الموضوع فعلا مثير للجدل جدا يا محمد، بس الاكبر بقى ان احنا هنتكلم عن حاجه كبيره جدا وهي الاسره. انت عارف يعني ايه الاسره؟ دي اصغر مؤسسه في المجتمع. مزبوط. ولما نحافظ على اصغر مؤسسه احنا كده بنحافظ على المجتمع كله. يعني بالتالي لما المؤسسه الصغيره دي تبقى صالحه المجتمع كله هيبقى صالح، فبيبقى صلاح في صلاح، فاهمني؟ فدي فكره كويسه جدا ان احنا نحافظ على اسرتنا. فبالتالي بقى عايزه اقول لك ان في حاجه بتثير الجدل شويه، ان في دراسه اثبتت الفتره الاخيره او على السوشيال ميديا منتشره بتقول ان الست المصريه حصلت على لقب الست النكديه او ملكه النكد على مستوى العالم. انت ايه رايك في الدراسه دي؟ والله احنا طبعا في المجتمع الشرقي عندنا في مشكله او في عيب، هو ان الراجل بمجرد ما بيجي من الشغل مثلا على سبيل المثال بتبدا الست بتبقى واخده بالها، وبيبقى يعني الراجل هو اللي شاغل كل بالها وهو كل حياتها. فمجرد ما بيجي من الشغل بيبقى جاي طبعا زحمه الطريق، بيبقى جاي من شغل وانت فاهمه متضايق، والكلام ده كله بيحصل ان هي بتحكي له كل شيء، بتحكي له المشاكل اللي في البيت بجانب الحاجات الكويسه بجانب الحاجات الحلوه، كله بيتحط في سله واحده. وبالتالي طبعا نزل الظروف الحاليه بيبقى في مشاكل كتير، المشاكل تبقى اكتر من حاجه، يعني الحاجات الوحشه بتبقى اكتر من الحاجات الحلوه. فبالتالي يعني بتحس ان الراجل ما بيبقاش قادر او عايز ان هو يروح البيت، بيبدا يتهرب من بيته، بيبدا ان هو لا انا هنزل اتفرج على ماتش على القهوه، هنزل اقابل اصدقائي على القهوه، انا عايز اخرج مع اصحابي، بيبدا ان هو يتهرب من البيت. فدي طبعا مشكله كبيره. دي نصيحه بالتالي ممكن للست ان هي ما تجمعش كل حاجه في سله واحده، ما تقولش الاخبار الحلوه والاخبار الوحشه كلها مره واحده. بس انت عارف يا محمد ان كل المشكله ان هي فعلا كانت دراسه خاطئه ومش موجوده من الاساس، هي مش صحيحه، ولكن هو مجرد ترند تداولوه على السوشيال ميديا فانتشر. يعني واكبر دليل على كده ان كان في قصه كده قراتها غريبه شويه وحبيت اعرضها على الساده المشاهدين. كان في واحد خلاص تقريبا هيطلع على المعاش هيتقاعد، فهو اسمه لورانس جون ريبرت. الشخص ده كان عامل حاجه غريبه جدا عشان يحتفل بان هو طلع على المعاش. كان عندهم بنك تحت بيتهم، فهو قرر ان هو يسرقه. نزل عشان يسرق البنك، سرق البنك وخلاص ثبت كل الموجودين واخد مبلغ كبير جدا وكويس يامن بيه مستقبله. وبعد ما عمل كده عمل حاجه غريبه جدا يا محمد والكل استغربها. يعني جاب كرسي وقعد في نص المكان في البنك وراح قاعد كده وقال لهم اتصلوا بالشرطه. ايه الحاجه الغريبه دي؟ بدا بقى الوقت يعدي تيك توم تيك توم، خلاص الشرطه وصلت قبضوا عليه خدوه المحكمه. اكيد هيبقى في استغراب كبير جدا من القاضي. فساله وقال له انت ليه سرقت البنك وقعدت؟ فقال له يعني انا اصلا نازل اسرق البنك مش احتياجي للفلوس، انا عايزه اتسجن. قال له عايز تتسجن ليه؟ قال له عشان ما اقعدش مع زوجتي في البيت. تخيل. فبالنسبه له المساجين اهون بكتير من مراته. وفي الاخر القاضي حكم عليه بحكم صعب جدا، يعني لو تتخيل الحكم ان هو يقعد قبض، يعني حكم عليه بست شهور سجن مع العقوبه المشدده. فين؟ في اكتر مكان بيكرهه في الدنيا، في البيت. تخيل. يعني هو جاي يهرب من البيت قعده في البيت، قعده في البيت. فيعني برضو الجريمه لا تفيد، الجريمه لا تفيد. وهو في الاخر لازم يكون عارف ان هو يدور على احتواء الزوجه، يدور على ان هو ما يهربش من البيت، لازم يكون قاعد في بيته شايف البيت ماشي ازاي، بيمشي اموره مع زوجته، لازم يحتويها، لان الاحتواء هو اهم شيء اعتقد. لازم يكون في احتواء للمواضيع، احتواء للمشاكل، وفي نفس الوقت برضو الست تحاول ان هي ما تقفلوش من مجيء للبيت، ما تقفلوش من ان هو يبقى دايما
الضوء كله متسلط على مشاكل في البيت، ولا انت ايه رايك؟ صحيح، هو يعني انا اول مره اشوف راجل بيدافع عن حق الست بصراحه. انا اول ما حطينا الاستبيان على الفيسبوك على السوشيال ميديا، يا جماعه مين سبب النكد في الاسره، الراجل ولا الست؟ فلقيت مجموعه كبيره من الرجاله دخلوا عملوا حرب الست الست الست، وكان الست ما بتقدمش اي حاجه كويسه للبيت، وكان الست ما بتعملش اي حاجه كويسه تخلي الراجل يغفر لها حتى خطا بسيط. كل الموضوع ان الست تبقى عايزه تحس بكيانها شويه، لان احنا عارفين في مجتمعاتنا الشرقيه بالذات الراجل بيبقى ليه السلطه والتحكم اكتر. مزبوط. فبالتالي هخرج اخرجي او لا، هجيب جيبي او لا، اعملي وهكذا. فالست مش حاسه بكيانها في البيت، هي عايزه تحس بكيانها وعايزه تحس ان هي ليها شخصيه، فاهمني؟ فبالتالي تيجي عايزه تفرض شخصيتها ففي النكد، هي تعمل مشكله عشان تحس ان هي ليها وجود، فاهمني؟ فده بقى الاساس، رد الفعل هو اللي هيحدد هيبقى فيه مشكله ولا مش هيبقى فيه مشكله. هو لو احتواها وسمعها وقدرها، هي مش هيبقى عندها فرصه ان هي تعمل مشكله اصلا، تفهمني؟ انا فاهم قصدك ومظبوط كلامك طبعا. فالفكره هنا ان احنا بنوصل رساله لكل زوج، يا ريت تحتوي مراتك، يعني احاول تقعد معاها وتحكي لها، يعني تسمع مشاكلها، تحب هي تتعامل بالطريقه، يعني ما تعاملش مراتك بالطريقه اللي انت تحب تتعامل بيها، لان بالطبع الرجاله ما بتحبش الاهتمام وما بتدققش في التفاصيل، لكن الست بتدقق جدا جدا في التفاصيل، واهم تفصيله صغيره قد كده بتزعلها وبتفرحها. بالظبط يا منى، وفعلا الست لما مثلا زوجها او خطيبها بينسى مثلا يجيب لها هديه، او بينسى عيد الجواز او عيد الخطوبه، دي بتبقى مشكله كبيره جدا. صحيح. بيحصل مشكله، على ما ان دي المفروض تبقى مناسبه كويسه، المفروض دي تبقى مناسبه حلوه ما بينهم، تجمع ما بينهم، تبقى فرصه كويسه ان هم يقربوا من بعض او يحكوا لبعض اكتر، ولكن الموضوع بيتقلب برضو لخناقه، صح ولا ايه؟ اه هي فعلا صح، بس انا حابه اقول لك ان يعني الست نفسها اكبر السعاده الزوجيه عندها ان هي تقعد مع جوزها وتتكلم معاه، تحكي له كل وتحكي حاجه بتحصل، او تسمع منه وتقول له انا ده بيزعلني وده بيفرحني، فحاول تعمل ده وما تعملش ده، وهكذا اعرض عليا ايه بيزعلك وايه بيفرحك عشان اقدر اكون فاهمه. مظبوط، عشان اتفاهموا مع بعض. اه فالراجل اصلا يعني سعادته الزوجيه كلها في ان هو يكبر دماغه عن كل المواضيع دي. يعني انا عايش حياتي، انزل القهوه اقعد مع اصحابي واهزر واضحك وارجع انكد عليها في البيت، يعني بس هي برضه بتكون عايزه تنكد عليه، يعني هي بتبقى عايزه تنكد عليه عشان هو مش مهتم بيها. صح. وبعدين نعترف ان الست عندها هرمونات نكد كده وزياده، ولا الساده المشاهدين لهم راي ثاني؟ لا لا نعترف، انا ست وبنت وبقول ان البنات عندهم هرمونات نكد، اللي هو انا فاضيه فيلا ننكد، فاهمني؟ بالظبط. يعني بمناسبه هرمونات النكد، انا شفت فيديو على السوشيال ميديا كان عجبني جدا وضحكني، ان الست فعلا مش بيعجبها حاجه، ودي كانت هرمونات النكد، يعني كانت بتراها كوميديه، ان لما الراجل بيتصل مثلا بيها كتير ومهتم بيها وبكل اخبارها وبتفاصيلها، تبدا تقول له انت ما بتزهقش، انت بتتصل بيها كتير، انت كذا، ولو بمجرد ان هو خد رد الفعل المعاكس اللي هو ما يهتمش قوي، او تقول له ايه انت ما بتهتمش بيا، انت ما بقتش تحبني. ففعلا الست مش بيعجبها حاجه، دي نقطه برضو مهمة. انا فعلا شفت فيديو قريب من كده، كانت في واحده بتقول لجوزها انا خارجه مع اصحابي هسافر، فقال لها لا ما فيش سفر معايا عشان انا بخاف عليكي، فقالت له انت بتقيد حريتي، انا عايز اخرج. قال لها قال لها طيب هاجي اخرجك، قالت له انت بتقيد حريتي، انا مش عايزه اكمل معاك، طلقني. تمام. فجت مره تاني قالت له انا عايزه اخرج، قال لها اخرجي، قالت له معايا اولاد في شباب رايحين، قال لها عادي اخرجي، انت بقتش تغير، ما بقتش مهتم. اللي هو طب اعمل لك ايه؟ طيب اريحك ازاي؟ بصي اعملي اللي انت عايزاه. طب هنعمل ايه عشان نرضيك؟ يعني نعمل ايه؟ انت شايفه ايه الحل؟ يعني والساده المشاهدين برده لو في مداخلات ان شاء الله يقدروا برده يتكلموا معانا في النقطه، ايه الحل اللي يرضي الست؟ ما هو كده الاهتمام الزياده ضايقها، وبرده من غير اهتمام ضايقها برده. الوسط حلو، يعني الست بيقول لك الست عايزه واحد شو يعني شديد بس حنين، بس يعني قوي بس يبقى ضعيف معاه، اللي هو ما يضربهاش، ما يزعقش، ما يكونش حامش، بس بره بيبقى قوي، فاهم؟ الست عايزه كل حاجه وناقضها، بس هي الست اطيب كائن اصلا، واكتر حد ممكن يحتوي الراجل ويساعده في ان هو يكون مستقبل كويس ويبقى ليه كيان وكارير كويس. اكيد طبعا، وما فيش الست تقريبا هي عماد البيت كله، هي عمود البيت، مظبوط، كل حاجه مسنوده عليها، هي عليها مسؤوليات واعباء كبير جدا، تنظيف، غسيل، عليها تربيه الاولاد، الدروس، تهتم بدروس ده ومواعيد ده ومواعيد ده، واوقات كمان بتبقى الست بتشتغل. اكيد طبعا، اكيد يعني. في حالات كتير الست بتشتغل وبتساعد في البيت وبيبقى ليها دور اكبر كمان، وده دليل على ان الست، وفي جمله ومقوله معروفه ان وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، فطبعا الست ليها دور كبير جدا وهي عمود واساس البيت، وده شيء كلنا عارفينه وكلنا متربيين عليه، وعارفين طبعا اهميه دور المراه، والكلام ده كله شيء غني عن التعريف ان احنا نتكلم فيه. ده فعلا صحيح، بس قبل ما نكمل موضوعنا وندخل في التفاصيل قوي، معانا دلوقتي مداخله تليفونيه ومعانا سمر من القاهره. اهلا بيك يا سمر.
الو الو، صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا سمر؟ عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه، صباح النور. حابين نعرف منك يا ترى مين سبب النكد في الاسره المصريه، الراجل ولا الست؟ انا الصراحه الموضوع عجبني جدا وشدني، ان انا الصراحه لازم اتكلم فيه. حابه اقول والله ان النكد انا شايفه ان هو ملوش سبب معين، يعني ما نقدرش نقول ان الراجل هو السبب او الست. صحيح. هي يعني بتبقى، يعني انا بشوف ان العلاقه الزوجيه بالذات او العلاقه عموما بين اي رجل واي ست لازم تكون علاقه هاديه، علاقه مستقره، علاقه جميله. انا شايفه ان اللي بيعكر صفوها مش النكد، اللي بيعكر صفوها ان يكون طرف من الطرفين مش قادر يفهم الطرف التاني. عدم التفاهم. بالظبط، مش قادر يستوعبه، مش قادر يفهم احتياجاته، مش قادر يفهم متطلباته، فبالتالي طبيعي جدا ان اي طرف لما بيحس ان الطرف التاني مش حاسس بيه او مش فاهمه، وبالتالي طبيعي بيحصل النكد، او مش نكد، نقدر نقول مشاكل. هو مشاكل يعني يعني يا سمر، يعني العلاقة الزوجية بيبقى المشاكل فيها مجرد خلاف، ولكن اللي احنا بنسمعه دلوقتي بيبقى خناق وبصوت عالي، فده بقى اللي وعلى فكرة مش العلاقة الزوجية بس، أي علاقة عموما ما بين الراجل والست لازم يكون فيها تفاهم، يكون فيها احتواء، يكون فيها حب وتنازل برضه. يا أستاذ سمر بحب أصب عليكي طبعا. لو يا أستاذ سمر، صباح الخير. صباح النور. واكيد برضو التنازل، يعني لازم يكون في طرف منهم او الاثنين طرفين فاهمين ان في طرف لازم يتنازل عشان الدنيا تمشي. مظبوط كلامي ولا ايه؟ بالظبط طبعا. بس هو على فكره القصه كلها انا شايفه والله ان الموضوع كله بيتلخص في كلمه واحده، هي فعلا الاحتواء والتفاهم. ساعتها اي حاجه في الدنيا ممكن يعني تتظبط، ومش هيبقى في مشاكل. يعني زي ما حضراتكم كنتوا بتتكلموا مثلا بتقولوا لا الست مش عاجبها حاجه، لا والله خالص انا معترض على النقطه دي، مش عشان انا ست، بس فعلا يعني عايزه اقول حاجه. يعني احنا النهارده مثلا انتوا بتقولوا مثلا لو هو غار عليها بزياده هي بتتضايق وتقول له انت خانقني، لو ما غارش عليها خالص تقول له لا. هو ممكن يبقى في وسط، يعني دايما الوسط حلو زي ما بيقولوا، يعني اللي هو لا انا مش لازم طول الوقت افضل اقرفها وفي نفس الوقت مش لازم اهملها تماما، لا انا ممكن اكون وسط، اللي هو انا حسيتها باهتمامي وفي نفس الوقت ما اخنقهاش. صحيح، انت عندك حق جدا يا سمر. وشكرا جدا على المداخله التليفونيه، وشكرا لوجودك. شكرا جزيلا. ونرجع تاني لكلامنا يا محمد، ونكمل كلامنا في الموضوع. وهي فعلا قالت حاجه صح جدا، يمكن سبب النكد مش الراجل ولا الست، هو كلها بتبقى اختلاف في تركيب مشاعر الراجل واختلاف في تركيب مشاعر الست. بالظبط، كل واحد ليه متطلباته. يعني انت فاكر كان في ترند مشهور قوي في فتره من الفترات، شوز جزمه جننت العالم كله. الجزمه دي كان في مجموعه بتشوفها بينك في ابيض، ومجموعه بتشوفها رمادي في اخضر. تمام. يعني اللي هو ازاي الناس هتتجنن، انا شايفاها بلون وناس تاني شايفاها بلون مختلف تماما. وده ان دل على شيء يدل على ان كل واحد بيفكر بطريقه معينه، كل واحد ليه طريقه تفكير وليه نظره في الحياه، مش كلنا بنبص للحياه زي بعض، ومش كلنا بنبص للحياه من منظور واحد. فلما تيجي تعامل شخص ايا كان الشخص ده مين، امك، اختك، حبيبتك، صاحبتك، بنتك، زوجتك، اي حاجه، اي علاقه، لازم تعاملها بالطريقة اللي هي تحب تتعامل بيها، مش الطريقة اللي انت تحب تعامل بيها او تتعامل بيها. مظبوط كده يا منى، عشان الحياة تمشي لازم نتفاهم، ولازم اكون عارف الشخصية اللي قدامي هي بتحب ايه، الشخصية اللي قدامي حابة تتعامل بأنهي طريقة، بتحب أنهي شكل، عشان نقدر ان احنا، ونفس الكلام من الطرف التاني انه يفهمه برضو ويعامله بالطريقة اللي هو بيحبها، وبالتالي هيبقى فيه تفاهم، هتبقى فيه حياة طيبة، هيبقى فيه مفيش خناقات، فمش هنلاقي نكد. وهو ده موضوع حلقتنا، ان احنا عايزين نقلل النكد وعايزين نبعد عن النكد. مش مهم على فكره نعرف مين السبب، مش مهم نعرف السبب الراجل ولا الست، مش مهم الاحصائيات، مش مهم الدراسات، لكن مهم ان احنا نحل الموضوع، نحاول نحل الموضوع. انت عارفه الموضوع ده طبعا يعني بيصير جدل كبير، وفعلا مش عارفين نلاقي له حل يعني، ولا ليه اجابه حتى. هو فعلا الحل الوحيد للموضوع ان الراجل يحتوي الست، ونوصل يعني في النهايه ان احنا نوصل رساله للرجالة اللي شايفة ان الست سبب النكد في الأسرة. انت غلطان جدا، هي الست محتاجة بس ان انت تهتم بيها شوية، اهتم بيها وحاول تفهم مشاعرها وتقدرها. وفي الاخر نحب نقول ان ولا الراجل سبب النكد ولا الست سبب النكد في الأسرة. سبب النكد عدم تفاهمهم لبعض. لازم تفهم مراتك، وانت لازم تفهمي زوجك، وكده هتوصلوا لحل كويس جدا في الموضوع ده. واحنا دلوقتي خلاص يا محمد وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة، واستنونا في فقرة جديدة بعد شوية. استنونا بعد الفاصل.